الرحمن الرحيم. اكيد طبعا احنا موجودين النهارده عشان مباراه الغد اللي هي النهائي او مباراه الذهاب، وانا بقول طبعا يعني الفريقين اللي وصلوا اعتقد ان هم وباكد ان هم يستحقوا ان هم يبقوا موجودين في النهائي، وان شاء الله باذن الله طبعا احنا كل تركيزنا ان شاء الله في الشوط الاول اللي هو بكره هيبقى موجود على ملعبنا ان شاء الله نبقى موفقين فيه. وزي ما انا بقول تملي، يمكن في اكثر من مؤتمر قلت لكم يعني كل مباراه بالاحداث بتاعتها، لكن اكيد المباراه الكبيره دي بتبقى الذهاب والاياب عليهم عامل كبير جدا، ومن الصعب ان المباراه تتحسم في مباراه او البطوله تتحسم في مباراه واحده. فان شاء الله باذن الله مباراه الغد بالنسبه لنا تبقى خطوه ان شاء الله باذن الله ايجابيه باذن الله. اتفضلوا. انا من شويه قلت لك كل مباراه باحداثها، يعني كل مباراه باحداثها، وقد تكون هناك في بعض الاحيان احداث يجب ان انت تاخد ايجابياتها وتبقى حذر من سلبياتها. يعني برضو اذا كانت نتيجه في بعض الاحيان بتبقى في صالحك، لكن لابد تكون حذر، يعني تتعامل معاها بايجابيه برضو. فده كل تفكيري، وده التفكير اللي انا قلته للعيبه بتاعتي. يعني مفيش أسئلة تاني؟ لا تمام كده، تمام لو مفيش. يعني ما صعب ان انا اكلمك بالتفصيل، انت بتسأل في التفاصيل، مفيش مدرب بيتكلم في التفاصيل خالص، التفاصيل بتبقى بعد المباراة، وبتبقى بعد المباراتين كمان، ما بتبقاش بعد مباراة واحدة يعني. لكن نهائي مع فريقين كبار لابد انت كل العوامل تبقى محضر نفسك ليها، وفي نفس الوقت هناك ايجابيات موجوده عند الوداد وهناك سلبيات موجوده عند الوداد، وده اللي احنا بنفكر فيه، بنفكر في الايجابيات وبنفكر في السلبيات، وان شاء الله بتمنى نكون موفقين باذن الله. اللي انت قلته المجموعات والنهائي، دي مجموعات ودي نهائي، هو ده الاختلاف. اكيد اكيد الاثنين صعبين، وبالذات زي ما انا بقول الفريقين كبار يستحقوا ان هم يكونوا في النهائي، لكن الدوافع هتبقى اكتر طبعا. يعني خلينا نتكلم بمنطقيه، الدوافع عند الفريقين هتبقى اكتر كتير لان ده النهائي. ان شاء الله انا بقول احنا كل تركيزنا طبعا في ملعبنا وخارج ملعبنا، لكن بتمنى ان شاء الله تبقى خطوه ايجابيه في ملعبنا ان شاء الله. واجهنا ايه تاني؟ تمام تمام تمام. هل هو عامل ايجابي ان يواجه الولاد الفريق يعني توجيها، أم أنه من الأفضل أن تواجه فريق ذات الفريقين لا يعرفون بعض الوجهين؟ الشطر الثاني متعلق بفوز الأهلي على نجم الساحلي 6-3 في مباراة إياب في مباراة 6-2 هل هو الفوز بسوريا سيناء؟ هل يصب في مصلحة الأهلي؟ أم يصب في مصلحة الوداد؟ هل يضع ضغط إضافي على فريق الأهلي؟ أنت بتتكلم يعني فريقين كانوا مع بعض في المجموعات، يعني بقوا مفتوحين لبعض جدا، وتقابلوا السنه اللي فاتت زي ما انت بتقول، في هناك بعض التغييرات طبعا طرأت على هيكل الفريقين، يعني في تغييرات طرأت على هيكل الفريقين، لكن الفريقين معروفين لبعض. لكن خلي بالك زي ما انا بقول كل مباراه باحداثها، بحاله اللعيبه بحاله الفريق في نفس اليوم. لكن اكيد انا بقول المواجهات المتكرره دي بتبقى فيها إثارة أكتر وفيها ندية أكتر، وبعيدة عن المباريات، أنت في النهائي مش محتاج، النهائي مش محتاج، يعني هيبقى فيه إثارة، هيبقى فيه ندية ودوافع كبيرة جدا للفريقين. يعني بالنسبة للنتيجة زي ما أنا قلت هناك إيجابيات وهناك سلبيات، وأنت كمدرب لازم
تستغل الايجابيات في مكانها، مش اكتر من مكانها، في مكانها بس، ما تعديش المكان ده، وتبقى حذر برضو من النتيجه دي، لابد تبقى حذر يعني. بس سؤال مش مهم بس سمعت اول الطريقه اللي خديتيها في اخر المباريات، يعني سمتي فعل مهاجمين بجوج، يعني مهاجمين لا ازار ولا اداي، وصالح جمعه اللي كنعتبره مهاجم، واش تقدر تغامر بنفس المغامره لقاء نهائي، مع العلم ان هذا كتحادل توازن اللي مشكوش في ساحب، هذه واحد. جوج، ما رايك في الهجمه شريف سالي وادي الجمعه كلاعب تاريخي، على واش غتاثر على المهاجم ديال الوليد ازار كلاعب تاريخي يعني يشكل رمز الاهلي، يهاجم مهاجم انت محتاجه باش يكون هو الهداف ديال الفريق. حستسمحك معلش، امشي معاك خطوه خطوه كده في في الاسئله لو سمحت. انت قلت لي السؤال الطريقه، واش غتقدر تعتمد او لا غتكون بنفس الطريقه في اعتبار اخر مباريات المهاجمين الاثنين اللي هما نيجير ووليد ازارو ووليد سليمان؟ خليني معاك اجاوب، هجاوب مش معاك خطوه خطوه. يعني بالنسبه للمباريات انا بتعامل مع المباريات يعني، وفكري في المباريات، وفكري حتى في الاوقات بتاعه المباريات، ومش هقدر اقول لك انا بتعامل ازاي ولا هتعامل ازاي طبعا يعني، لكن تعاملي مع المباريات بيبقى في فكري في المباراه، هناك ساعات بتبقى تقسيم للمباراه نفسها، بتبقى في هناك اهداف مختلفه للمباراه، انت عندك مباراتين يعني، حتى دي مش مباريات الاياب، فالاهداف بتختلف، فما تقدرش تقول انت بتلعب ازاي يعني. وطبعا انا مش هقدر اقول لك انا هلعب ازاي، لان قلت لك ممكن نتكلم بعد المباراتين. اتفضل السؤال الثاني. وائل جمعه كرمز النادي الاهلي هاجم ازارو، مش ما يقدرش ياثر على لاعب، لانه تيهاجم رمز النادي تيهاجم مهاجم محتاج منه. انت قلت الاجابه، انت بتقول وائل جمعه هاجم لاعب، انت بتقول لا انت بتقول وائل جمعه هاجم وليد ازارو، وبتقول ان هو من النادي الاهلي، فانت بتقول الاجابه وانت مندهش للهجوم ده، صح؟ انت قلت الاجابه، انت قلت الاجابه. انا وليد ازارو انا دعمته اكثر من مره، وخلي بالك كل اللي كان بيتقال على وليد ازارو انه بيضيع فرص كتير، واحنا في كره القدم اما بتيجي تقول لاعب بيضيع فرص كتير معناه ان هو بيوصل كتير، فدي اكبر دليل ان هو لاعب ايجابي ولاعب خطر ولاعب بتعمل له حساب، لانه ما دام بيضيع فرص كتير، الفرص دي ما بتجيش الا نتيجه عوامل وقدرات موجوده لدى اللاعب، فما دام بيضيع فرص كتير يبقى لديه قدرات وبيخلق فرص كتير، وشفنا الحمد لله الماتش اللي فات موفق. وخلي بالك انت لو حللت كل المباريات اللي لعبها وليد ازارو هتجد ان كل المباريات اللي لعبها في فرص كتير خلقها لنفسه، فهو مهاجم مزعج. ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. الله يسلم. هو طبعا كل اللعيبه موجوده معانا في المعسكر اللي انت قلت عليهم، وقد يكون طبعا كلهم احتمال يبقوا موجودين، وقد يكون هناك البعض موجود والبعض على الدكه، فكل ده طبعا مرتبط بفكرنا في المباراه، لكن كل الاسماء اللي انت قلتها جاهزه ان شاء الله باذن الله، واختياراتنا ان شاء الله بكره في الملعب ان شاء الله باذن الله. شكرا، بشكركم.